مهرجان أوراسيا السينمائي يدشن نسخته العاشرة هذا العام بألماتي. شعار الاحتفالية خصص للسينما الكازاخية وأبطالها من ذوي الشهرة العالمية. ويخوض المنافسة 12 فيلما. مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي يعد حدثا عالميا مهما يقول مدير المهرجان، ويعتبر فرصة كبيرة تساعد على إبرام تعاون وثيق بين المخرجين الكازاخيين والأوروبيين وغيرهم من البلدان الأخرى. لجنة تحكيم الأفلام المتسابقة قامت بتكريم أحد كبار المخرجين الروس سيرغي سولوفيوف الحائز على أكبر جائزة مهرجان البندقية السينمائي لعام 1986، كما كرمت المخرج الكازاخي شاكين أيمانوف والذي سيحتفل بعيد ميلاده 100 هذا العام. وقد افتتح المهرجان بفيلم أرض الأجداد لشاكين أيمانوف. بعيدا عن أفلام شاكين إيمانوف والأفلام المتسابقة، يقدم مهرجان أوراسيا عينات لأفلام كازاخية بثت خلال 30 سنة الماضية وأفلام أخرى من كوريا الجنوبية.